من تلفزيون إريتريا سلامة كذي بقدم قل لنا ساعة لا دولي عمل هلينا أخبار كبت عدو خارج قل قدمكم تو كتسلف لا أكدة أرز أكبر وقول وفد إريتريا دي بسودان بطحام دي بأسمرا يوم مهرجان إريتريا تمام دي بأقليم قبلة فيرارو قمال عجيد قيامام سودان رئيس وزراء حديث قسم كرام رئيس روسيا وأمريكا رئيس روسيا فلاديمير بوتين قال أمريكا شاكا أمريكا تحذير دول أوروبا تنكرم وزير خارجية السيد عثمان صالح وجميع رئيس السيد يمان قبراب لتأسسوا قلوة في إريتريا مع سراوك الأغسط لكت رئيس سياس أفوركي دي رئيس مجلس سيادة السودان ليتنا جنرال عبد الفتح البرهان ابتحام رئيس سياس دي بدي بلقاتو قل شعب السودان بلس الجلية تاريخة يتعوتا سنائك حق ولا بينا دي بتورت ودكوبة علاقة كل الجهات ومعاونة منطقة ندور عبكم سالكدم داما كم سالتشرحام يبقرتم التهلا ديوان حكومة دي بلغة بلقى رئيس مجلس سيادة السودان عبد الفتح البرهان عند كبوت علاقة إريتريا أساس عقل الحصر خارجية عدكم سالتان دافما معاونة منطقة قلت الدكب سودان مثل إريتريا حبركم سالتشك أكدام لكن دي بنتو قولوا في إريتريا مثل رئيس وزراء حكومة متعدي السودان دكتور عبد دكتور عبد الله حمدوك التلاوة هدق السودان ما تلها لا تقير لا خلقي وأبكات فايح أقل منفعة وهذا القبوط معاونة كل الجهات قلوا عنا بكل لها لا مدان أكدوا رئيس زراء حمدوك بتوساك دقش اندت شنك أكدوا السلام أقد أولويات سودان كم سلتون دا حبرا سدايت إريتريا وكل انقوار دول أقل إيجت فانتيوم تحسبا وزير خارجية السيد عثمان صالح وقيمي رئيس السيد يمانا قبراب لتأسس وقولوا في إريتريا دي بمسرح حتى أغسط لكت رئيس سياسة فوركي دي برئيس قبل السودان سيلفا كير ميارديت كم سالة بتحالة لتفكتون عادات سمود بسمود بتبل صغرات يوم 16 أغسط لتكسطة مهرجان إريتريا يوم 12 أغسط تلقى بتعادة تمام اتعدت لامت ماما دي بكله لا تقدمت صبت ومرام جات كتوبة تقييم لا تقدم دي بلا دي بتمت السنة بسبت لقلق با لبوات ساني شرح فايح تهيبا الدنقو با السسعيت موسيقى عادات ومكاريت أبيات أولاي إقليم مقب دي بعفي قاعات وآلات موسيقى عادات أولاي إقليم قبلت أب عادات بهل إقليم عن سبا لتعوته دي بلاهم دي بكل غراتات لتعوت بين الجواز وشهادة تهيبام سامن بجديدة دي بحرات إكسبو لقب مهرجان وطن بعصروتات ألاف لنتعلب من عدو خارج لمصوم مواطنين وأولاد خارج بمتعجب تابعو دي بغليم قبلت العركة أردك بديرو لا قبل با قبل هلا وراتات شتل دي بغليم قبلت سمان مت سمان مت سلاسة وكل ألف عجي كم سلت شتلا فرا بعال سلطة عجي وأو كدن حبرام دي بفرا بعال مغدرة عجي شاب عقبة ميكايل سلومون قال إرينا تابع حبري من ألت شتلا أربع مت سلاسة وكل ألف أربع مت وسلاسة وسا بأفراد كلمت وسلاسة وس ألف وسمان مات بمعيا عسرة وحمس ألف وسعمات بفرار وعمار درسة عسرة وحمس ألف سبعمات وسمانية بأنفار قواد دفع ومؤسسات حكومة وبحتة لا تشت لكم سلتو أبراهام بل اللي عسرة وكل ألف سبعمات سمانية وسلسة مدارس سمان ألف سعمات سمانية وحمس دي بمعبد كم سلت شت لحبرة شاب عقبة ميكائيل بأفراد لا تشت لا تتحزم رعايته ومتابعة سبة تركب لعبة بكت نايبك إلكم سلبو أبهمام أتلا سنة الله دي بغا دي باق ليم لهلا مراكز شتل زيادة كل مليون شتل قل الدالة برامج تصبوت كم سل هلا منها تهلا الدالة حمسة واحد تم تايت ليتا كم سل تون حبرا سبعة متايت كلاميتوس عشر واربع متايت عجي أسلي ولا ترفهيني عجي جديد كم سل على أبهمام
شاب عقبه ميكال الدنقوبه اب مبادره افراد دي بشتل لترال هاللوراتات نحمده مجتمع تبع عقبيته ومراعيتنا الى شتل عجي دورو قل قدمت لكم يوم عامت عجي اسلي كم دعرو شكلا صحت مومونا اللبان وبعد لبتو اسرع وحمس جنس عجي كم سال شتلا وكيلت ارينا لا هيئه اندا ذكرت تحبرت دی با مدیریت بارنتو در دوای کارکاشا گل دگگیت کارکاشا تای کنابا و اوگومو گل مایسیتو ادام و انوای لگب اب وزارت حرس و نعمار سب شرکتان تشکر هلا خزان سمانه و حمس متاید من شغل تمام و کل خزانات و عقمت دی با مدیریت مهندس گرجا ورده دی با هبای حبره لا حد عصر ورد کلمتر فی حلب و مدانن دی با کان لها خزان زیاد سمانه و 4000 متر مقعب مای گل اثبات کمسل قدر و عصر و حمس هكتار أردق اللي عمركم سلك قدر تشرح سكاننا دقاقيت من الحل فور أبريل ابن حروم لو دو سدايتين حمدام سكاننا دقاقيت بجهتهم محقزو مقلرها لا تنسأت مبادرة قلت السرقل منهم للتقلب قلت موكم سلتم أكدو من بارنتو دي بنكر قبلت مفقار صحي عسر عسرة وحمس كيلومتر لهلا لقزان كم سلتم أقل حد 400 عائلات كدمت قلها بكم سلتم ولكن دي بنتو دي بقى مديرية قندع دار الدواعي حوتيت واندل بأربع مليون نغفة تشكل هلا كلا مدرسة مام بتايت و ثمانية وحمس بتايت من بناهن تمام لا مدارس كل منن أربع فصل كلوت مكتب مخزن وحمامات كم سل كم كم مسؤول عمار بناء نايلة مديرية مهندس محارد صلوتون دا حبرام دي بسنة دراسة كلال فعصر سع كلال فعصر كم مدة كم لا نبت شرحام ما تشكاينا إلا المدارس دي بحن زنك وتش بصحاي وأولول درسنا على ودرسة دي بمبنى طور عند تعدو دراسته ومكل تابعو دور عبيكم سلك ما هي أفهمام يوم عصر سيزا وقوس نايسا لفتليا كونفدريشن مقباي ومفقار صحيح افريقيا سيكافا من تحت عصر حمس سنة يوم قل سابعة معل التلاليتو وكليات اللي تحدرت سلف فرق وطن السودان وصوماليا عند التلايا فريق وطن الصوماليا كلي بحتيك البام قرهو لا تلو هيري لا تلهو هي فريق وطن اريتريا وكينيا ديب قبو فريق وطن كينيا كلي بحتي تعوتان دي بأخبار خارج قلنا تعدين أتلمت ثلاث سنة وثلاث ورح نايمة عدي وكد قل حكومة السودان لما رح مجلس سيادة اللبن متقاومة قوات لا اتفاجروا ديب حديث رئيس وزراء عبد الله حمدوك مال 10 حتى اغسطس قسم كرام رئيس وزراء حمدوك تعادت ديب اسمع كلمه متاكد سلام وعبوت اقتصاد السودان اول هدف من دوده كم سلشك حريه سلام وعداله للبل مهم سقرات اني لا اقل نظام البشير من سلطه لنا وكامت بقات شعب عمد برنامج متعدي كم سلك بهيني قلت بام رئيس وزراء حمدوك أسك عصر وحمس أغسطس تهلا معلا أمفرر مجلس وزراء قل لسمات سيد قبيم بس أسلا فاقن له برنامج اللي لتحرى مجلس حتى سبتمبر أولا يجتمعوا قل اللي ديتم مجلس سياد ولبن متقاومة قوات عصر 7 أغسطس بلا فرما وثيقة نايمة عدي وكد بحمس سبسلطة عساكر وحمس برقيس وأوروت كليتهم انكرات لا لتفوتو وقول مجلسنا العادة كم سالتحرى لا لتفكتم أتلي سلاسة وسا نايمة عدي أو الرحات رئيس مجلس السيادة اللي ثنان جنرال عبد الفتح البرهان أقل عسرة وحتى ورح أقل لبن ما تقاومت لوكل مدن هيني أقل لا تلي عسر سمان ورح أقل لا وكلت مجلس أقل لا وقول مجلس أقل المرح أتم فهمت بصح اللام حقولا متعدي وكذا قل سودان تدارت مدني قلت تعدي لا لا تقدر حريان أقل لك باتوم
أمريكا أت أوروبا ميسايل قلتو تدل على قلب برنامج حديث لألو طورت ميسايلات أت بولاند ورومينيا قلتي ديو تتشافك كم سلليت رئيس روسيا يوم 10 وحتى أغسط شكام رئيس فلاديمير بوتين مدينة هلسينكي مثل رئيس فنلاند ساولي نيليستينو حقوله وديو لقاءات دي بلد دالة شرح صحفيته لا شك ولا قدم لبرنامج أمريكا ترأس عدو الشكوك لخلقكم سلطو لا حما رئيس بوتين عدو رد فعل قلت هبطو لا كسب مد على قلت ده لا لا اتشاكت كم سلطو تمور علام اتفنج امريكا وروسيا بواخر برود حرب لا وديا واتفاقيات يافريوت ميسايل اتمام بتل ورح اللي حقولت كيدا امريكا يوم عصر السمان اللي ورح كونا 500 كيلومتر لالت موتع كروز ميسايل كم سال جربت لالت فكتوم رئيس أمريكا دونالد ترامب حشم إرهاب داعش قل لسرت قبل هلا قدلا دول بعدات قل لتحابراتو كمسل وجب روسيا باكستان وإيران كمسل مسل اند سما أطفاء قدام رئيس ترامب ديما يوم عصر وحتى أغسط قل لعماتات أخبار دي بله بي مؤتمر الصحفي دول أوروبا لدي بحن كايد نايلة أبا أمريكا للتسدو سلوحام قوات سوريا لهلو أسيرين أنفر داعش لعلو عائلاتهم حول إيد كبتياهم عدو ديب جرمن وفرنسا لبتن دول لامت أو من دول كمسا لتندوم حزرام أتمام بتنا إلا سنة الله أبو أمريكا لتسدو سلوحام قوات سوريا نايدون قوبا سواتر داعش حقولا تسبتو مواطنين لدول مداغت حيلة بتهم من زياد حمسة دول لامت أو آلاف أنفار لقوات إرهاب أنفار عائلاتهم كمسا لتسبتو لتأمرم بأساس لتقارير من أسيرين أنفار داعش لزيادة كل ألف جنسية دول متعطحي لبومتهم حيث أما تقبلتنا قلل ساعة لا دليل على أكبر دي بلتهم هلام